يعني حتى مستر موسيماني قال في المؤتمر الصحفي ان احنا جايين عشان نكسب، لان النادي الاهلي بيبحث عن الفوز دائما دون التفكير بقى في نتيجه ماتش الذهاب. ماتش الذهاب حصل فيه ايه؟ خلاص كسبنا، كسبنا، بس النهارده الكوره ملهاش كبير، الكوره ملهاش كبير. شفنا طبعا الافضليه للنادي الاهلي، لو كنا بنتكلم على نسب هيبقى النسبه مثلا 70-30، ولكن الكوره ما فيهاش كبير، ممكن اي حاجه تحصل، ممكن السيناريوهات تتغير، ممكن لا قدر الله يحصل سيناريو زي ما قال كابتن عبد الحفيظ انا مش ضامن، ممكن التحكيم يبقى يعني يحصل فيه حاجه، ممكن لا قدر الله السيناريو يلاقيك مثلا من الاول واحد بيطرد لا قدر الله، فايه لسه ما حسمتش بنسبه 100%. لو بنتكلم على نسب نقول 70-30 75-25 من الصعوبه طبعا، او يعني مش سهل قوي ان النادي الاهلي يتغلب بره 3 أو 4، مش سهلة على مجموعة اللعيبة المتواجدة دي وعلى روح الفانيلا الحمراء وشخصية النادي الأهلي اللي بانت كويس قوي 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 المباراة الأولانية. أنت بتواجه من الناحية الفنية ماتش صعب، ليه؟ لأنك بتواجه فريق محترم، فريق عنده إمكانيات فنية، ولكن أنت الماتش اللي فات من الأول من البداية حتى النهاية فارض كلمتك، شخصية الأهلي ظهرت من البداية للنهاية، ما اديتلوش فرصة حتى أن هو يخش في الجيم. فدي كانت من يمكن تقريبا من افضل المباريات في الفتره الاخيره للنادي الاهلي من الناحيه الفنيه. معاه مدرب جديد، الفرقه دي حصل نفس السيناريو قبل كده مع الفوارق طبعا ما بين الفريق اللي كسبه 3-0 في اول مباراه وبين النادي الاهلي، فوارق كبيره. انما قدر الفريق ده اللي هو فاق ستيف يرجع للدوره دي مره ثانيه وكسب على ارضه 3-0 وكسب بركلات الترجيح. فالماتش لسه في الملعب، الماتش ما انتهاش، الامور ما اتحسمتش، لا لسه ان شاء الله تتحسم بعد صفاره الحكم النهارده او بعد نهايه صفاره الحكم النهارده.